الو مصطفى، مصطفى انا خايفه كثير وما عم بحسن نوم. شبك بهية؟ شو صاير معك؟ وين ما عم طلع بالبيت عم شوف امي. انت رحت وتركتني لحالي مشان الله تعالى عندي. طيب طيب اهدي شوي. ما عم بحسن، لك ما عم بحسن مشان الله تعالى بترجاك تعال. ماشي ماشي خلص اليوم بجي. مصطفى مصطفى تحب الله تعالى لا تتركني لحالي. والله لا اجي خلص طولي بالك. مصطفى لولا ما في يجي معك انا تعبانة كتير. اختي طولي بالي صلي ركعتين انا اليوم باذن الله بجي. ماشي ان شاء الله. الله معك الله معك. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. خير مصطفى؟ شايف وشك مخطوف لونه؟ لا ما في شيء. خير شو صاير معك؟ أهلين أهلين موفاء. مصطفى مشان الله طالع من المحاضرة مثل المجانين، قل لي صاير معك شيء؟ يعني مسروق شيء؟ لا أخي ما صاير شيء، عود عود لنحكي. مصطفى الله يرضى عليك قل لي يعني دمي فار والله العظيم. أخي ما في شيء بهية. شو بهية؟ عود لنحكي. خيو محلولة. يعني نحن الحمد لله رب العالمين، صرنا بنقدر هيك نستأجر لنا شيء بيت صغير بالشام. أنت عندك راتبك وأنا كمان نفس الشيء، والله بيسترها. خلاص لا تاكل هم، عم اقول لك انا اليوم بروح بلاقي لي هيك شي بيت صغير بالشام وانت فورا بتطلع لعند اختك بهية على البلد بتجيبها وبترجع لهون. تمام؟ هلا هيك برايك انحلت المشكله؟ ما هي حتقعد طول النهار لحالها. بس نص مصيبه، يعني نحن فتره المساء معه وانا بعتقد انه هي مشكلتها عم تكون بالليل. بعدين اقول لك شغله والله العظيم معها حق، يعني انا كيف ما تحركت في البيت بتذكر المرحومه امك، فكيف هي؟ هيك رايها؟ ايه هيك رايي، صدقني هذا احسن حل. طب بيتنا شو بنساوي فيه؟ هلا يعني اذا رب العالمين وفقنا وحسينا انه هذا القرار منيح بتعطى فورا منبيع البيت بالبلد وناخذ لنا هون شي بيت بالشام. لا بس نحن لازم نرجع على البلد بالاخير. هلا مو مشكله يعني هي القصه بنحلها بعدين. طيب انا بخلص شغل وبطلع فورا على البلد. تمام وانا بكون نهيت موضوع البيت. خير ان شاء الله. هلا انت قديش معك مصاري؟ انا جمعت معي 2000 ورقه. ممتاز، لك انا اعطيني 1000 ورقه وخليني اتيسر. خشرف اخي. ماشي لك بدك شيء؟ دير بالك على حالك دكتور. يلا السلام عليكم. عليكم السلام.